حضرتك بدر عبد المحسن المحامي مقيم في القاهرة، وأحمد عاطف الله يرحمه ابن خالي. اللي حصل حضرتك أول امبارح فوجئنا حوالي الساعة 3 الفجر إن ابن خالتي بيتصل بيا وابن خالي بيقول لك أحمد حصلت له حادثة في الكويت. هي تعرف إنه خبطته عربية، ولكن ما تعرفش إن في حصل مشاجرة وحصل تعدي من 15 بلطجي كويتي. وبالتالي ما تعرفش الموضوع حتى الآن، مجرد إن هي حادثة، واحد خبطه فقط لا غير. ده شغل تتار، شغل همج. شاب أحمد، المرحوم أحمد الله يرحمه، عنده 25 سنة، سافر الكويت من حوالي سنة ونص. طبعا زي اي شاب يحاول يساعد نفسه ويساعد اسرته، ولا سيما ان والده الله يرحمه توفى من 13 سنه، وترك احمد كان عنده حوالي 11 سنه. واحمد من يوم الله يرحمه، من ساعه ما والده توفى وتركه، وهو مجتهد بيسافر وبيسافر القاهره وبيشتغل في كذا حتة، لغاية ما ربنا كرمه وجات له فرصة بتاع سفرية الكويت. وعلى مدار سنة ونص شغال كويس بما يرضى، لو فوجئنا بهذا الحادث الأليم.